كلها الدخول هنا خاصة بكام؟ بالقاهرة دخول المكتبة بكام؟ بأسعار حقيقة رمزية، يعني الواحد يتكسف يقولها، بس خمسة هي جنيه والله خمسة مش جنيه 5، لا هي 2 جنيه الحقيقة اتنين يعني. جنيه اه كمان يعني في اشتراك طبعا شهري او سنوي، اسف، بيبقى برضه مبلغ بسيط، 30 جنيه للطلبة، 50 جنيه للخريجين، ذوي الهمم معفاة، اسر الشهداء معفاة، المعاقين، الاشخاص ذوي الاعاقة معفاة ايضا من هذه الرسوم. أستاذ ياسر، أنتوا كمان يعني مواكبين التكنولوجيا، مواكبين التحول الرقمي، يعني قول لي إزاي بتواكبوا هذا التقدم؟ الحقيقة فعلا احنا أول مكتبة مصرية تتبع الحكومة المصرية، قبل مكتبة الإسكندرية كمان، بدأنا بما يسمى بترددات الراديو أو تكنولوجيا الـ RFID اللي هو راديو فريكونس ايدنتيفيكيشن. دي بتحول، بتعمل أكتر من حاجة، تقدري تعملي عضوية بقى، الكارنيه ممغنط زي ما حضرتك بتعدي على البوابات وانت داخلة المكتبة، بيقدر يعمل افاليبل دخول للعضو او غير العضو بهذا الكارنيه او هذه البطاقة الممغنطة. يقدر ايضا تعملي سيفتي للكتب كلها، كل كتاب ده ممغنط في شريط او تاب، يقدر ما يقدرش يخرج من مكانه بغير الشكل الطبيعي سواء استعارة او غيره. طبعا بيقدر حفاظا على المقتنيات وحفاظا على تراثنا وحفاظا على إرثنا الثقافي اللي هو يميزنا عن شعوب العالم أجمع. أهم الأنشطة بقى والفعاليات اللي بتقام هنا في المكتبة إيه؟ الأنشطة كتير الحقيقة، طبعا أنشطة ثقافية وفنية، حضرتك هتتجولي داخل المكتبة هتلاقي مجموعات خاصة بالخط العربي، هنا ورش عمل خط عربي بتدار شهريا وأسبوعيا، ليها ميعاد أسبوعي، هتلاقي لقاءات عن تاريخ مثلا حرب 73، السبت الثاني من كل شهر في عرض بطولة من بطولات 73، وبيحضر جمال هذه الندوات واللقاءات بيحضر شخصيات ساهموا في هذه الحرب وساهموا في هذه البطولة وأثروا في نجاحنا ورفع راية مصر أمام العالم أجمع.